ونتابع هذه الصور من محيط جامعة كولومبيا في ولاية نيويورك. إذن صور مباشرة لاعتصام يشارك فيه عدد من الشخصيات اليهودية في هذا الاعتصام في محيط جامعة كولومبيا، إحدى الجامعات التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الطلابية لتشمل أكثر من 55 جامعة أمريكية. زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب ميتش ماكونيل رفض دعوة وجهها أعضاء في مجلس النواب لتدخل الحرس الوطني لفض احتجاجات الطلاب، وقال إن ذلك من مسؤولية إدارة الجامعات.